هاي، السلام عليكم، كيف حالكم حبايب قلبي طيبين؟ طبعا حبايب قلبي اليوم احنا جايين مري، تمام؟ لسه احنا واقفين في الطريق، تمام؟ ابغى اصور لكم فيو بوريكم شيء خرافي وبس يجنن. اللي بعده شوفوا بس ايش رايكم. خلاص الحين بركب السياره بروح عشان ورانا مشوار طويل وعريض، واخوي قاعد يخاصم حفصه. اوكي بيس. المكان شوفوا الجمال يا اخي، مع انه الطريق بس شوفوا الجمال، شيء لا ايش رايكم في الجمال، شيء والله لو اوريكم الاشجار ما ادري كيف تمام. عاده سياراتنا تخربت، مو تخربت بس فيها مشكله، ما ادري وش المشكله، ما اعرف الصراحه، اخوي يعرف. فجاه تخربت علينا، بس والله عشان كذا وقفنا في الطريق على اساس نشوف ايش وضعها، ليش صاير فيها وبس. والله اهم شيء الاجواء خرافيه، والله لو تجلسون هنا ساعات حاجلس بدون اي كلمه، حقول ابشر من عيوني، والله بجلس ساعه ساعتين ثلاثه اربع كلاب بس، يوه الطفل والام. يوه الجمال، يوه والله الجمال، والله I remember. فاحنا كنا راجعين من الطريق، جينا هنا قبل 4-5 سنين اتوقع، جينا تغدينا تعشينا وما ادري وشو، لا تغدينا ايوه، هنا كان محط هذاك فحم، حميت يدي فيه. واي يا I remember. طيب نشتري شيء من هنا، شوف شو عندهم. يوم كيوت كده، هذا المكان يكون أشياء عندهم حلوة، عينهم اللي كده تكون في هذه الأماكن في الطرق، إن شاء الله عندهم كل شيء، بس بقايلهم كده كيوت مرة تعجبني يا أخي، مرة لافيت سيارة، ما أدري وش كان فيها. اسحبي بشرة، اسحبي لوكك مرة عاجبني اليوم، الله حتى هذا اللي وصله. السلام عليكم لهي البي. اليوم رايحين الحمامات ونرجع ان شاء الله. واو يا عار مذاكر يا مري بتجمعي عبسلونجي. السلام عليكم لهي البي. اشوف النونو حق اكرام يا عملي، ولا قلبي ولا لوح يا هذا البنغالي. اشوف الاطفال ايش قاعدين يسوون. يا كريو نيند آئی ہوئی ہے پھر ہاں عائشہ تم کیا کر رہی ہو اچھا میں ولاگ بنا رہی ہوں اوکے جو طيب بعلمكم شيء، تمام؟ هذا قاعد يصير فندق، ما ادري فندق ولا ما ادري وشو، فوق صاير مطعم، تمام؟ بقول لكم شيء ترى، يعني في هذه الاماكن تمام يكون في حمامات نظيفة، يعني مستحيل ما حتحصلوا. لكن اللي عايشين في هذه الأماكن تخيل ياخذوا منكم 50 روبية ويخليكم تخشوا الحمامات، يعني يخلوكم يعني بدون 50 روبية ما في دخول. يعني هو يقولوا احنا بنفسنا بنينا المكان وظبطنا وزي كذا، فنبغى نسوي بزنس، فوالله عقولهم مرة، يعني بزنس عقولهم حق البزنس صراحة. فعشان كذا هم دحين الشخص اللي ياخذ فلوسه هو بنفسه باني هذا الحمام، تمام؟ وما شاء الله يحطها نظيف، يعني ينظفها صبح وليل ويكون مره نظيف صراحه يعني. لكن معليش كل شخص بيروح يعطي 50 روبية ولا ما في دخول وبس. والله طبيعي 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 مو طبيعي.
يجنن مرة. كنا مفكرين نجلس هنا بس خلاص ما رح نجلس هنا. حنروح مكان تاني. حنجلس هنا. يلا. رايحة اكتشف المكان. اوكي ياو كأنه غابة صح جايز. شوفوا هناك في مجاريح. I love it. اوكي نكتشف. اوه ماي جاد في حيوانات كمان. طبعا انا وعيوش رايحين نكتشف نشوف ايش عندنا. كام بيبي عادي بدون مكياج حلوه انتي. يو ار بريتي. اوكي اي لاف يور اوتفيت. اي لايك يور اوتفيت. اوكي كام كام ليتس جو نشوف ايش النوع الحيوانات اللي عندهم. Thank you.
يجنن كذا حار حار في نفس المكان سويناه شيء خيال. الحين رايحين خلاص مرة كنا خايفين فالوضع كان كل واحد قاعد يخوف الثاني ترى الوضع ما ادري كيف صاير. اشتري لي هذا تمام باي. شوفوا اشياء هم حلوة يدو نوك تنوي اهم شيء في الدنيا الشاهد قسم بالله.